من روما ينضم إلي عبر خدمة سكايب الدكتور فؤاد عودي، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. أهلا بك دكتور فؤاد. يعني عودة للإصابات من جديد في العديد من الدول الأوروبية وحتى في العالم، تخوفات من تفشي موجة ثانية للوباء. إسبانيا تطالب بتنسيق أكثر بين دول الاتحاد الأوروبي لضبط أعداد الإصابات. كيف برأيك يجب التعامل اليوم حتى لمنع موجة ثانية قد تكون ربما أشد من الأولى؟ مساء الخير للجميع. أولا نقطة زي ما تفضلت نوضحها، إن إحنا موجودين في المرحلة الثالثة للموجة الأولى. المرحلة الثالثة تختلف عن المرحلة الأولى بعدد الإصابات أزيد، الفيروس تغير كثير، صار أقوى انتشار ويسبب أعراض خفيفة وغير خطيرة. عشان هيك نسبة عمر المصابين وصلت لإيطاليا 30 سنة، في أوروبا 35 سنة، وفي العالم 40 سنة. في المرحلة الثالثة ارتفاع عدد كبير من المصابين، خصوصا قادمين من الخارج ومن المحافظات وكثير من البؤرات. عشان هيك إجباري تعاون بين الدول. ليش؟ لأنه كلياتهم قادمين. هنا إيطاليا امبارح قررت تعمل مسحة لكل اللي قادمين من فرنسا. أول شهر سكرت على كثير من الدول اللي قادمين، من خصوصا دول عندها إصابات عالية. عشان هيك تغير الفيروس، تغير نوع الإصابات، تغير الأعراض باستمرار، يجب من منظمة الصحة العالمية والدول ووزارات الصحة التعاون باستمرار عشان تبادل الخبرات وتبادل المعلومات، وخصوصا دكتور فؤاد. يبدو أننا فقدنا إذن الاتصال مع الدكتور فؤاد عودي، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. دكتور فؤاد هل تسمعني؟ سامع. دكتور فؤاد، إذا كنت تقول أنه يجب التنسيق أكثر ما بين الدول الأوروبية حتى يتم ضبط هذه الحالات. يعني دكتور، اليوم يبدو من الصعب على الدول أن تعيد الإغلاق فيها بسبب طبعا تردي الأوضاع الاقتصادية. فهل إذا بالفعل ما تم التعامل وإجراء مسحات أكثر ما بين الدول، هذا سيسيطر على الموقف وبالتالي لن تحتاج هذه الدول إلى إغلاق والمزيد من الإغلاق فيها؟ هذا سياسة إيطاليا في آخر أسابيع. إحنا موجودين في مطار روما ومع نقابة الأطباء الإيطالية، ارتفاع عدد المسحات. يعني امبارح عملنا أزيد من 100,000 مسحة في إيطاليا. لازم نأخذ في كل دولة نسبة عدد المسحات مع نسبة عدد المصابين. اليوم المسحة بنلاحظ أنه كمية الفيروس في المسحة ارتفعت وتختلف من شخص لآخر. عشان هيك حسب رأيي الطريقة الصحيحة اليوم عمل أو عمل مسحات بعدد كبير عشان نقاوم احتمال وجود مرحلة أو موجة ثانية في شهر 11 12 شهر 1 في الشتاء، وفي نفس الوقت نستمر في علاج الوباء في البيوت، عدم ذهاب إلى المستشفيات، وأثبت الوباء وأثبت البروتوكول الناجح اللي شفناه في 72 دولة مع الرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية، وهو العلاج في البيوت أول 5 أيام مع 5 6 أعراض معروفة ومعترف فيها من ناحية طبية ومن ناحية صحية. شكرا جزيلا لك دكتور فؤاد عودي، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، كنت معنا من روما.